Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas mengaji Cik Noh. Kita akan membacakan suratul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.